السلام عليكم. يوجد حول العالم العديد من المطاعم المميزة والفريدة من نوعها، وذلك بسبب بعض الأساليب التي تتبعها هذه المطاعم، وذلك لكي تتميز عن غيرها، لكنها أحياناً تفكر في أمور غريبة وخارج الصندوق، مما يساعدها ذلك على كسب شهرة كبيرة ولفت عدد كبير من الرواد، وهذا ما سنشاهده في مقطع اليوم، فكن على استعداد لمشاهدة أغرب 6 مطاعم توجد حول العالم. مطعم معلق في السماء. هذا المطعم عبارة عن طاولة يتم رفعها في السماء على ارتفاع 50 مترا، وذلك عن طريق هذه الرافعة الحديدية الكبيرة. تم اقتراح هذه الفكرة في المرة الأولى في بلجيكا من عام 2004، وبعدها تم تطبيقها في العديد من البلاد الأخرى حول العالم كدبي والبرازيل، وهي تكفي لحوالي 22 شخص، ويتم توفير حزام أمان على مقعد كل شخص، ويقوم هذا الحزام بحماية هؤلاء الأشخاص، كما أنه يوجد في منتصف هذه الطاولة طاهٍ حتى يتمكن من تجهيز الوجبات اللازمة إلى كل الحاضرين. مطعم المرحاض. هذا المطعم يوجد في تايوان، ولديه أسلوب فريد من نوعه في الديكورات التي يتم الاستعانة بها، وذلك بسبب أن كل المقاعد التي توجد فيه تشبه المرحاض، كما أنه يتم تقديم الطعام في أوان تشبه المرحاض أيضا، ولهذا يعتقد الكثير من الناس أن هذا المطعم يشبه الحمام بالكامل، كما أنه يتم تقديم الطعام بطريقة مختلفة بعض الشيء، وذلك كله يتم حتى تناسب المكان الذي يتم تقديم الطعام فيه. مطعم الثلج. تم بناء هذا المطعم عن طريق الاستعانة بالعديد من الألواح الثلجية في فنلندا، وسط إحدى المناطق التي تمتلئ بالثلج حتى تناسب هذا المناخ، بالإضافة إلى أن الكؤوس المستخدمة في هذا المطعم وكذلك الطاولات والمقاعد عبارة عن أشياء مصنوعة من الثلج، ويقال أن تكلفة الدخول إلى هذا المطعم تصل إلى حوالي 35 دولار، وذلك بسبب أن فكرة هذا المطعم تعتبر واحدة من الأفكار الفريدة من نوعها. مطعم المستشفى. يتميز هذا المطعم بأسلوب فريد من نوعه في تقديم الوجبات وفي الديكورات المستخدمة في تزيين هذا المطعم، حيث أن كل من يدخل إلى هذا المطعم يظن أنه داخل المستشفى، وذلك بسبب الرسومات واللوحات التي تغطي الجدران، كما أن المقاعد التي توجد في هذا المطعم تشبه السرائر المستخدمة في المستشفى، بالإضافة إلى أن طاقم هذا المطعم يرتدون ملابس طبية ويستخدمون كذلك أدوات طبية في تقديم الطعام، حيث أن هذا يوهم كل من يجلس داخل المطعم أنه داخل المستشفى، وذلك بسبب توافر عدد كبير من الفتيات التي يرتدين ملابس الممرضات، كما أن الطعام يتم تقديمه كما لو كان يشبه الأدوية أو أجزاء من جسد الإنسان، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض من الأوان التي تشبه الأدوات التي يستخدمها الأطباء في المستشفى. مطعم الشلال. يوجد هذا المطعم في الفلبين، ويمكنك تناول الطعام في هذا المكان الرائع بالقرب من الشلال، بينما تمر المياه من أسفل الأقدام كما تشاهد في هذا الفيديو، بالإضافة إلى أن الطاولة مصممة من خشب الخيزران، وأيضا هناك تكون قادرا على التقاط بعض من الصور الممتعة في هذا المكان، وهذا ما يلفت انتباه الكثير من السياح والزوار إلى هذا المطعم، كما أنه يتم فرض بعض من القوانين على كل من يزور هذا المطعم بضرورة عدم إلقاء القمامة في المياه حتى لا يتم تلويثها. مطعم بدون ملابس. نعم، لقد سمعت جيدا، إنه مطعم بدون ملابس. ترى زوار هذا المطعم يتناولون الطعام وهم عراة بالكامل، لكن هذا الشيء اختياري، مما يعني أنه لا يجب على أي شخص القيام بانتزاع كل الملابس من أجل الدخول إلى هذا المطعم. من المعروف أنه ممنوع التقاط أي من الصور في هذا المطعم، ولهذا يتم منع استخدام الهواتف المحمولة من أجل عدم انتهاك خصوصية أي شخص، وهذا يجعله واحدا من أغرب المطاعم الموجودة حول العالم. وأخيرا مطعم حوض السمك.
يعتبر هذا المطعم واحدا من أجمل المطاعم الموجودة حول العالم، ويقع في جزر المالديف، بالإضافة إلى أنه يعتبر واحدا من الأماكن التي تلفت انتباه الكثير من السياح والزوار من مختلف دول العالم، حيث يوجد ممر زجاجي أسفل البحر، ويوجد به العديد من الطاولات التي عليها يستطيع أي شخص الجلوس لتناول الطعام ومشاهدة جميع الأسماك والمخلوقات البحرية التي تحيط بهذا اللوح الزجاجي، حيث يقال أن الإطلالة التي يستطيع الشخص من خلالها مشاهدة هذه المخلوقات عبارة عن زاوية 360 درجة، مما يعني أنك قادر على مشاهدة كل شيء وأنت في هذا المطعم. ويحاول البعض التقاط العديد من الصور مع مختلف الأسماك البحرية التي تعيش في هذا البحر، الأمر الذي يجعله من أفضل المطاعم على الإطلاق. في نهاية هذا الفيديو لا تنسى أن تخبرنا في التعليقات ما هو أكثر مطعم تود زيارته في يوم من الأيام. كذلك لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. نراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.